في سبورت اكيد نكون العافيه نتعرف عليك. استاذ عبد الملك مصالحه، اهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ حياك الله جوار، اهلا وسهلا. شو اخبارك يا عبد الملك؟ والله الحمد لله، نحمد الله ونشكره، كله تمام الحمد لله. ورمضان كيف هيك رمضان؟ الحمد لله، اول صعب بعدها الواحد بيتعود الحمد لله، كل شيء تمام بيصير. يعني اول اسبوع، هذا الاسبوع الاولاني يعني 3 4 ايام والله، بس اول يومين يعني، بس بعدها كله تمام. والله بتدخن خفيف يعني؟ بس من اول رمضان لحسه ما دخنتش ولا شيء. هاي فرصه؟ لا والله فرصه مليحه، هاي الواحد يدشره فعلا. الحمد لله. شو بتتمنى برمضان لهلا؟ والله ان شاء الله رب العالمين انه يعني الله بينزل الخير على كل أهل البلد، وبتصير حياتنا حياة هادية ومعيشة ويعني طيبة، وعلاقات مليحة اللي بين أهل البلد يعني، وتنتهي أي مشاكل. أي نعم، هاي أحلى دعوة، ربنا يسمع منك إن شاء الله يا رب. حياكم الله. سؤال برنامج إيش بيقول؟ انصت، في أي شهر من الحمل يبدأ الجنين بسماع وتميز صوت أمه؟ في أي شهر؟ لحظة، أظن بالشهر الرابع. لحظة، لا ونعطيك الأول، الثاني، السادس، التاسع، أنو منهن؟ لا معناها بدي بكل الثاني على الأغلب، بس إذا مدوش بكان سمعت الرابع، سادس معناها. معقول سادس؟ السادس. أي نعم السادس، فعلا جواب سليم. الثاني بكاش بعده متكونات الأذن. عبد يعطيك العافية ومبروك عليك من سبورتك، هدية بإذن الله ممتازة. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا، ودائما إن شاء الله هاي البرنامج الجميل. احمد ابو فول، كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسم الوالد؟ محمد. احمد، محمد ابو فول. مزبوط. شو بعمل في حياتك؟ والله هسه انا خلصت مدرستي السنه اللي ماركت، بعد ما اخذت بسيكومتري وبدي اطلع اتعلم. حابب بالبلاد ولا برا؟ برا. الظهر طب. طب. حبيبي لك اخو طبيب برضه ولا ابن عم؟ ابن عم. ابن عم. وانت حابب تتعلم وين؟ برومانيا. ما شاء الله، الله يعطيك. هذا عم موضوع شيك بس بتعب، بدك تدرس. صح مزبوط. كيف رمضان؟ الحمد لله مليح. طيب يلا سؤال تفضل. بقول لك هيك، ما جمع كلمة هلال؟ الهلال، ما جمع كلمة هلال؟ احتمالات، هلايل، هللة، هللة، وأهلة. أني من هين؟ يعني جمع هلال. أهلة. مزبوط براو عليك. أنا عارف يا أخي هاي مين جبتها. ألف مبروك عليك، هدية من طبونا أبو راشد. حبيبي كل عام بخير. بخير. علي أبو فول. علي أبو فول، كيف حالك؟ الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين. كيف رمضان؟ والله الحمد لله ماشي. شغلك شو؟ أنا بشتغل على شاحنة. سيارة على شاحنة. كيف بتوفق الصيام مع الشاحنة وعلى الشارع؟ والله صعب شوي، أما ماشي يعني. الحمد لله يعني ميسرة. ميسرة الحمد لله. وكيف رمضان؟ طلع أول يوم بقى صعب، بعدين تعودنا خلص ماشي. بدرج الواحد. شو قاعد تتحوج؟ والله جيت اخذ بزورات، شويه بزورات. هسه بدنا نعمل لك اياها هديه ان شاء الله من طابون ابو راشد. السؤال بقول هيك، ما حكم استخدام معجون الاسنان اثناء الصيام؟ اعطيك خيارات. اوكي، يجوز بشرط عدم البلع. 2، يجوز حتى مع البلع. يجوز اذا كان طبيا فقط، لا يجوز نهائيا. اني من الاربعه الاحتمالات. يجوز بدون البلع. حقيقة مزبوط، يجوز بدون البلع. ألف مبروك عليك، هدية من طابون أبو راشد.
كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير. نهني الجميع بحلول شهر رمضان، كل عام وانتم بخير. أعزائي معنا المدير العام أبو راشد، السلام عليكم ربي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، ينعاد علينا وعليكم بصحة وسلامة. الله يعطيك العافية. كيف الزباين؟ احنا طبعا نشكركم من البرنامج عشان انتم داعمين لنا من رعاة البرنامج، وهي من السنة الثانية على التوالي طبعا. نقول لك شكرا. عفوا، لا شكرا على واجب. هذا احنا بندعم البرنامج لانه برنامج مليح وبيساعد وبيسلينا وبيسلي اهل البلد. واحنا بنقول لك طبعا بتحية عطرة وشكرا لك. إياد أبو فني. شو اسم أبوكي؟ إياد أبو فني. يعطيك العافية، كيف حالك؟ الحمد لله. شو كيف رمضان؟ الحمد لله منيح. قولي لي شو هواياتك؟ بحب الرسم وبحب برضو القراءة. عالة على الرسم ممتاز والقراءة أحسن وأحسن. وبتطالع يعني بتكري قصص؟ بكرة. شو مثلا يعني آخر شي كريتي؟ كريت حول العالم في 80 يوم. احكينا عنه شو هذا يعني؟ هو رجل حاول انه يلف العالم ويجرب مدن ودول بثمانين يوم. وفي احداث عديدة ها؟ ما شاء الله. طيب الله يعطيك العافية، موفقة بالنجاح ان شاء الله. تسلم. سؤال حبي؟ طيب اكمل الحديث، اسمع شو بقول. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة، اقول لك احتمالات وانت بفرح، واحد لما يفطر والثاني تنشوف الاحتمالات. عند سحوره، عند موته، عند لقاء ربه يوم زواجه. عند لقاء ربه. براو عليك، احسنتي، واحسن هدية من شموري عيدن. شكرا لك. شكرا، يسلمك. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بألف خير. غدا عفاني. ست غدا كيف الحال؟ الحمد لله. شو كيف رمضان؟ بجنن. الأماني. الأماني الأماني، الأجواء حلوة من السنة كل مرة، بتعرف حلو جمعة العائلة مع بعض، القعدة مع بعض، ما حدا بيشوف الثاني اليوم، رمضان بيجمع. صحيح. حلو، هاي فرصة إنه تجمعوا كل العائلة يعني. الحمد لله. وكيف شو بتتمنى طبعا في رمضان المبارك؟ شو بنتمنى غير الخير للكل؟ الحياة تمشي مظبوط، تبعد عنا الأمراض، الوفاء مع بعض، السلام، الأوضاع تهدى، كل إشي مليح الحمد لله رب العالمين إن شاء الله. طيب سؤال، هذا ريح اسمعي، هل يحق للمرأة تذوق الطعام أثناء الصيام؟ في احتمالات. بعرف إنه بحق إذا بتدوق بتبزقها طوالي، أما بلع لا، هاي الاشي اللي بعرفه اكثر. هو يجوز بشرط، بدك الاحتمالات؟ اسمع اقرا اسمعي، يجوز عند وجود الضيوف، يجوز بشرط عدم البلع، لا يجوز نهائيا، يجوز حتى مع البلع. يجوز بعدم البلع، يعني انك تذوق على راس لسان ومع السلامه. وهذا اللي قلتي كلام سليم، والف مبروك عليك جازي من كل بلد، وتحيه وكل عام وانت بخير. تسلم تسلم، الله يعطيك، تسلم، كل عام وانت بخير للكل ان شاء الله. يولين سيف. يولين اسم حلو، من وين؟ من عارة. يلا يعطيك الله ليدي، هلا اهلا وسهلا. تعرف عليك ليان سيف، برضو من دار سيف ليان يولين. يعطيك العافية، كيف رمضان؟ منيح الحمد لله. ماشي. كيف بهذا الشهر، شو الاشي اللي مميز فيه؟ الصوم. الخير كل اشي. وشو بتتمني؟ الخير والمحبة في رمضان الحمد لله رب العالمين. السؤال انت بين ثنتين، السؤال بقول هيك، الأيام العشر الأولى من رمضان تسمى ثلث، ثلث إيش؟ احتمالات. الأيام العشر الأولى تسمى من رمضان تسمى ثلث المغفرة، ثلث الرحمة، ثلث العتق من النار، ثلث التوبة. أنو منهم؟ ثلث التوبة. لا التوبة لا، كمان مرة، الرحمة، المغفرة، العتق من النار، التوبة. المغفرة.
كمان لا. شو بتقولي انت؟ الرحمة. صوت عالية. الرحمة. مزبوط، كلام سليم. إذن الرحمة، إذن هو الجواب الرحمة. يعطيك العافية، ومقدم من بريحين كفر قرع، أحلى هدية، وكل عام وانتم بخير. تبقى ألف خير. طول روحك، انسى همومك، بيك مصومك. زين، نتعرف عليك. عروة زماوي. عروة، كيف حالك؟ يا هلا بيك. وهذا القمر اللي فوق، شو اسمك؟ آدم. آدم، الله يعطيك العافية آدم. مبسوط فوق؟ كيف؟ حبيبي معلش. الله يخلي، الله يحمه. كيف رمضان عروة؟ والله الحمد لله. كيف هالصيام؟ روعة. طري ها اليوم؟ طري شوي اليوم، أحسن من قبل يومين. ماذا كنت تتمنى للشباب، للمجتمع، هيك هيك وتحكي لك كلمتين؟ كل خير، ضل قلوبنا على بعض، أهم شيء بهالأيام الفضيلة. وقضوها بالعبادة. وين راح بسمك؟ أكيد. وين راح؟ رن رن رن. شو اسمك؟ خلص بديش آدم، بديش يحكي. بدي محمد. محمد، الله يسعدك، الله يخليه، الله يحمى. طيب، هيك بقول السؤال من البرنامج: ما حكم قراءة القرآن من الهاتف في الصلاة؟ أعطيك أربع احتمالات: لا يجوز أبدا، مكروه، الأفضل تركه، يجوز عموما، يجوز في التراويح. ما حكم قراءة القرآن من الهاتف في الصلاة؟ انتبه، لا يجوز أبدا، يجوز في التراويح، مكروه، والأفضل تركه، يجوز عموما. أي احتمال؟ يجوز في ال... يجوز في التراويح. قولها قولها بصوت عالي. فعلا في التراويح، يجوز في التراويح فعلا، وغير هيك لا طبعا. والجواب مزبوط، وألف عليك. أقول لك اسحب، شو رأيك تسحب لك أي جائزة من هون؟ يلا آدم، خلي يلا آدم. ما شو عباله آدم؟ يلا كيم لك ظرف. كيم مكتوب عال عال. وفعلا هديتك من أوبتيكا نزار، ألف مبروك، وكل عام وانتم بخير. وانتم بخير. اهلا وسهلا كريم غنم. كريم يعطيك العافية، بشوفكم في الممشى في كفر قرع هنا. طبعا تشتغلوا، شو بتحضروا؟ انا في عنا تحضيرات هنا لبلدية كفر قرع، المجلس المحلي في عنا، وانا الاسبوع الجاي مبلش من يوم الاحد لحد يوم الخميس عنا رمضان ماركت. رمضان ماركت على اثر النجاح اللي كان السنة اللي فاتت، والحمد لله رب العالمين. يعني بقى عندنا كميات ما شاء الله، يعني كميات، والكل مبسوط من الفعاليات. والسنة هاي عملنا له تجديد، أشياء جديدة من المجلس المحلي، من الرؤساء الأقسام، ومن طبعا بمساعدتهم، ويبقى عندنا شيء مميز. ماشي، يعطيك العافية ما شاء الله. نسألك سؤال هيك على الماشية. طيب يلا اسمع، ما هو جمع كلمة إمبراطور؟ إمبراطور. أعطيك احتمالات. احتمالات. اسمع، جمع كلمة إمبراطور، أولا إمبراطوريات، إمبراطوريين، إمبراطورية، أو أباطرة. إمبراطورية أعتقد يعني. أباطرة أو إمبراطوريين أو إمبراطورية. أباطرة. ايوه اباطره. ايوه. الحمد لله يا ربي. مش متجمعين الساعه 6 وشو بياذن. لا طور روحك، وبين وبينك صعبه. اي صعبه صعبه. هو يعني صعب. وتفكير وتحضير، وتعرف انك انت 4 ايام يعني 5 ايام متنمش وتحضير، عشان هاي مسؤوليه
ونبكي حكي قد الحمل كثير مسؤوليه. احنا مزبوط مسؤوليه، بس بنعرف امبراطور، بنعرف اباطره. لا اباطره وما نسمعها. فعلا فعلا مبروك عليك جائزه، يسحب لك واحده من هاي الجوائز ان شاء الله. ومن برنس ألف مبروك عليك، لبرنس كفر قرع جائزي إن شاء الله كيم. يعطيك العافية، كل عام الله لكم وانتم بألف خير حبايبي، ونتلاقى إن شاء الله بس بالعوام وعلى هدات بال، وكل عام وانتم بألف خير. رمضان آمين. كريم. كل عام بخير. انت بخير. تعرف عليك حسن يوسف كناني. حسن يوسف كناني، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ كيف رمضان؟ الحمد لله ماشي معنا. شو شغلك في حياتك تنشوف؟ خرفني. مساح، مهندس مساحة. يعني كيف هذا؟ كيف بتتي الشغل؟ فسر لي شوي. إيه، نمسح الأراضي، نطلع كسايم، أكثر مبنيين، بنيانيين، شوارع. حلو. حلو. تشتيوت. ممتاز. كلي كيف رمضان؟ شو بتتمنى في هذا الشهر المبارك؟ اتمنى للجميع رمضان سهل، وان شاء الله يدوم ويعود علينا بالخير والمحبة. امين يا رب العالمين. طلع معنا هدية، بدنا نخلص البضاعة، يعني هذي مليحة مليحة شايفها. بس وينك بدك تجاوب في سؤال؟ هات اشوف. فكر معنا، يلا هات اشوف. شو بقول السؤال؟ ما هو الكتاب الذي كتبه الله بيده؟ بتعرفه ولا اعطيك احتمالات؟ ما هو الكتاب الذي كتب الله بيده؟ لا اعطيني احتمالات. الانجيل، الزبور، التوراة، القرآن. هو فعليا ربنا نزل القرآن بس ما كتبوش كتابي. صحيح مزبوط. القرآن ما هو كتبه؟ مزبوط، نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مزبوط. طيب اصبح الانجيل، الزبور، التوراة. من هذول الثلاث؟ يلا تشوف. انا بدي اروح على التوراة. لا ايوه لا لا حبايب، احنا بنحب بعض وقرايب. قرايب. خليك هذا يوم من اولها. من اولها بتفهموا الناس يا زلمه. خليك على اللي قلته انا. اذا الانجيل، الزبور، التوراة. خلص خلينا على التوراة الان. هذا هو الجواب الصح. مبروك يا عمي، مبروك، الف مبروك. هو معلومه هاي، احنا بنوصل معلومه للمشاهدين، وانت وصلتها بشكل جيد انا وياك. حبيبي. الف مبروك عليك من سنتر المراد ابو فني، تحيه عطيره وكل عام تبخير. انت بألف خير. تسلم، شكرا. خيل جرحي شيخ زايد الألم بيا، وكل ما يقول الأخ بتذكرك خيا يا خيا. خيل جرحي شيخ زايد الألم بيا، كل ما أقول الأخ بتذكرك خيا الأخو، مهما كان لو عرض استعراض، بتعب إزاي تعبان وبمرض إزاي بمرض، بيتعود النسوان، بيتعود الكستان، وبيتعود الصبيان، لكن الأخو ما بيتعود. يا حبيبي يا حبيبي. الله يسعدك، الله يسعدك، أحسنت، يعني عجبت، يعني هيك أكثر من هيك إيش بتعوض؟ إيش إشي لا يعوض. وطور روحك. وطور روحك، يعطيك العافية، ومتابعينكم إن شاء الله كريم. إن شاء الله بنشوفكم كمان أخر يوم واللي بعده واللي بعده إن شاء الله. رمضان كريم.